اللاعب رقم 22 بيلعب في أمونيا، بيلعب في نيقوسيا، بيلعب في قبرص. هذا اللاعب نرجع على طول الى القاع تشارل كابوري، يلعب في الجانب اللي امامنا، نشوف الجنب اليمين، مباراه جانبيه اداما تراوري، وعلى طول عرضيه، لكن على طول يشيل حجازي ويطلع حسام الحضري على جنب عصام، والتسديده ومعاها الحضري، ومعاها الحضري فرصه اولى الكره امامنا، لكن علي جبر كان مغطي كوره من اللاعب ابراهيم توريه بلاتي اللي كان ممكن يسجل كرة الهدف الأول هنا، لكن براعة عصام وتغطية علي جبر في اللقطة الماضية. يعني علي جبر كان إيه يعني في الخلفية الموجودة لحماية عليل ومرمى المنتخب المصري، لكن الحضري يتصدى وينقذ الكرة اللي كان أبعدها بشكل خاطئ وتطلع إلى ركلة ركنية.